بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كتمتعوا بصحة جيدة إن شاء الله، والله يسمعنا عليكم خبر خير. كيف ما كان كنتواصلوا حتى بالكومنتارات حتى هكا، اللهم مش كيف تقولوا ولا عور. المهم تنتمنى يكون هذا الفيديو ديالي كيعجبوكم، والا ما كانش يعجبوكم نحبس نوقف البيضه في الطاس كي كيقولوا. ما نعاون ندير حتى فيديو وبلاش، انا كندير على حسب الطلبات ديال شي بعض الناس، ولكن تنشوف قليل قليل اللي كيدخل لهاد الفيديوهات ديالي ويتفرج ويدير جيم. ما تقدرش حتى يتفوبر بجيم او بابوني او هذا، باش الا كان باغي يستافد. المهم تنهضرش مع الناس اللي تبارك الله مجمجمين، انا كنهضر مع الناس مبتدئين كنشرح لهم على قد الحال، والله الا كان مني منهم كيستافد واخا شرحي على قد الحال واخا داكشي على قد الحال. المهم عاود طلب ديال بعض شي ناس اللي عاد شراو المويكنات جدود، باغيين يشوفو شي مات اللي دابا طالعين على لاموض، دابا القفاطن الجلالب صالونات، ولي عجبتها شي حاجة انا معاها تشريها ولا شوف كيفاش توصلها. المهم وكنأكد بان هذا الشامي ولا بد خصهم لوك ديال الطوفان يتخبعوا بالنسبه للناس اللي عاد شراو المواكب جدد. انا تنقول نعاودها، ولا بد خصهم بي سي او لوك ديال الطور ديال البيو، ولا بد داك لوجيسيال ديال لومبورد باش يخبعوا بواسطه ديالو، به كتبقى تخبع الرشيمات وتجمع الرشيمات في شي دوسي. ما عليناش، قلت يقول لك لا ما يمكنش، لا هذا لا ما انا مع نظريتي انا ولا بد لورديناتور فين تخبع وشي. انا كنت شريت ماكينه صغيره ديال راس واحد يونوفيز دي كتخميل، هي ماشي راس واحد، ماكينه بحال ديال الخياطه عاديه وهي فيها ليبره وحده تبارك الله، حتى هي فيها اشكال والوان غير ديال الخياطه. هذه الخياطه عاد الطيسه هي اللي عطيتيها كتقولك انا معك، ولكن ماشي ديال كل نهار، ماشي ديال الدرك، هذاك الشيء تصوب غير داك الشيء خفيف وطيف وشرطو عليا اللي ما نخدمش بها بالحرير بالصقلي، عفوا بالصقلي غير بالحرير. ايوا هي مزده مع حيت خدينا دابا لورديناتور ديال الماكينه جوجيوس، هي مزده مع حيت لا هي ولا ديال الرباط العاديه، خدمت فيها هذيك ديال الرباط العاديه الله يعمر ليها الطوبه. يا الان عندي سانجير ديال فرنسا، هذه 13 عام باش شريتها، تحلف عليها الا عاد شريتها البارح جديده، لا خبشه فيها ولا وديك الله يخليك. وخدمت فيها ما يتيسر، هاي لو صورنا بها فليسات الصراحه، ولكن اقول لكم ان هاد الصنعه والله دارها زوينه. اللي باقيه شاكه في راسها وخايفه من هذا الشيء ديال لورديناتور تنوض تشري لورديناتور تبيع الذهيبه ديالها وتكمل وتجيب مويكنه وباخر تصوب لراسها ولوليداتها، وكتشي الا عندها البنيتات غدا تصبح تجوجها تصبي باش تبان بعدا بنت حدا الحباب ديال الراجل وحدها، كتشي الا طاحت شي مشاكل في مام شنو جابت هذا الدم دار باها. ايوا بعدا تتعرفوا الصوره ديال العروسه بشحال كطيح، راه كتشي الا طيزت بطيز اليد الطيز الفاسعة ولا على 3 المليون 4 المليون. والله الا بغيتو التضخيم راه بالفليسات، والا بغيتو غير بودباز راه على توب حالة وطيز حالة غير ناقص الواحد ما يدير شي، مشي بيديه طوال حسن له، اما مضخمة اما بلاش. ايوا الواحد يجي المويكنة ديالو ويصوب بها بحال دابا هاكا، شوف هذا شنو هذا دابا، هذا هو الفاسي، ها الطيز الفاسي غزالة رشمة فنة. أنا كنهضر معاكم في نفس الوقت تنبيعو بينو رشيمات، شحال خنيجر هذا ما يجيش في جلابة هذا، وعلى حسب اللوينات ديال الكليانة،
وعلى حسب الثوب. دابا انا عندي هاد الارض هذا ديال لورديناتور، شي وحده قالت لي انا ما فهمتش تغير الالوان في الفيديو اللي ديت البارح. هذا كنبدلو اللون من هنا لورديناتور. هذا هو اللون ديال الثوب ديال اي كليانه او ديالكم اي واحد، هذا هو اللي كيتسمى ثوب. تتجيب لك بحال دابا شي ثوب زرق، تتقول لها اجي نخرج لك اللون الزرق، وكتعين تتختار السيده الرشمه اللي باغيه، وكتدخل لها اللوينات في داك الرشمه في نفس الوقت، تشوف داكشي ديالك غادي يجي مخدوم غير في البيسي، وعاد تنقل لها داكشي الرشيمه ديالها في الكلي او ديسكيت، وكتمشي تلوحها للورديناتور. هادشي خاص بالناس المبتدئين اللي عاد قالوا يفتح او عاد ماشي يقولوا بسم الله يجيو الماكينه، هادشي ولا بد خصهم يجيبوه، ولا بد تكون عندهم هذا الورديناتور باش يجمعوا فيه الرشيمات ديالهم. شحال الرشيمات هادي في ديال الكمات، تجيب تشناف تتقطع هكا، ملي كطريس غتقطع هكا او كدورها بداك الدريس او بالحبيك، كتجي زوينه زوينه كتجي. ها الطريز الفاسي ها نتوما، واخا يلو هاد شهاده باش يسلي ساكه خفيفه في ليزر، او لاقي هادي مع هادي وكتولي جوزه جوزه حدا جوزه، ودايزه في ليزر وخد هادي ديالو وتتكاكي ديالو زوينه. كلي بدل اللوينات، وقيتكم واحد الفيديو كيفاش بدلوا اللوان. ها الرشيمات ديال القفيطناس او الجليبات خفيفين، وهادشي خلاص يكون منبس عرب الحجارات. فكرتني واحد السيده في هذا الفيديو قالت لي ديرنا غير بعد هكا نشوفوا الرشيمات، الا بغينا غير نجيو للنظر خصنا رشيمه مضاينه. وتا انا يعني كنصيفط الناس اللي كيصيفطوا لي عبر الامانه، الا طرش شي حاجه ولا هضرت يصيفطوا لي، ولا نرد لهم الحاجه الامانه ديالهم عبر الامانه، تصيفطها في العشيه في الصباح كتكون عندهم. كان بعد كان هاد السؤال ديال الامانه، تنشوف الاغلبيه فاس كنخدم مع فاس بزاف بزاف بزاف، ما عرفت علاش. تبارك الله ما كنعرفش شحال ديال الطرازات كاينين في فاس، ولكن الحمد لله الحمد لله كيتمو صيفط ليا انا هاك، تعاون صوب وجد لهم داكشي وعاون صيفط لهم. الله يجزيهم بخير تبارك الله، ما كيبخلوا علينا لا ما كاين لا تعطاد الفلوس هاك هاك، الخدمه كود. تتعطى تختار الكرشيمه تتقول لك بغيت هذه بجليبه، سينتينا اختار لنا اللوان ولا تيختاروا اللوينات لراسهم، ولا شوف على سليسات هادو عاوتاني عاملين. دابا غير ما بقى لي واحد ربع ساعه باش نمشي نجيب البنيته، ما انا كنت انا ماشيه ماكينه راه عندي شاعله، غادي نجي ناخذ غير التشناف الرشيمه ديال التشناف نصيبها خصني نخدم فيها. هذيك داك التشناف دابا انا بحال دابا مثلا عندي الشاريو فيه 86، التشناف اللي عندي فيه يلاه 40، هادي ندوبلو قبل تكون وريكم كيفاش دوبلوه، باش في مره ماشي تبقى حباس داك التوب وعاود حل الشاريو وعاود تيبقى يجي داك الشيء الخدمه كتجي معكشه شويش. الساعه الاولى تنريقل انا رش مع لقد الشاريو بحال دابا فهاد الشناف هذا، وكنوض مع الطريق كنديرو دفعه وحده حله وحده ديال الشاريو حتى تيكمل، وعاود نحل وعاود نمشي لعاود الجهه. بعدا كنخدم مسافه كبيره بحال دابا غادي نخدم غير ب40 كندوبلو كنخدم ب80 في الطول ديالو. نتوما ها شي مات قلت لكم هادشي تخدم بالسقه اللي بيض وبذهبي او بالحريده بلي طالع على مود دابا. ها نتوما شوفوها شوفوا هادي تجي في جلابه ثلاثه منها ولا جوج منها او تهبط ثلاثه، واخا وحيده وحده وريتكم كيفاش تكثروا كيفاش هذا على حسب الشاريو. شاريو فيه دابا مثلا فيه 60، علاش انا نخدم هي وحيده صغيره ونعاون نزيد التوب عاون. الساعه الاولى في البيسي في لورديناتور بواسطه داك لوجيسيال لومبورد تريكلو الرشمه ديالكم تكثروا منها وتهزوها في الديسكيت ولا في الكلي على قد الشاريو دفعه وحده. كيف ما قلت لكم هاد البيسي تبارك الله تيهز طون 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 ديال الدوسيات ديال الرشامي. الا جيت نوريكم شحال عندي ديال الرشامي، الالوف 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 الالوف، والله خصنا شهر باش نجلسو نتفرجو فيهم كلهم.
شوفوا هذا الشيمة هذه ديال صفاء حبيكو اللي كانت جات في العروسة، لبسة واحد اللبسة. هذه هي الشيمة ديالها، هذه هي الشيمة ديالها. ها الكمام، ما خلاص انا وريتكم السدر، هو هذا السدر ديال كانت لبسة فنة. وخدمت هذه في واحد الجلابة كحلة، الى مناسة كتسمعنا تبارك الله جاتها فنة. تقول الصراحة ماشي كنشكر راسي. شوفوا تبارك الله، هذا على سدير عامر، هذا سدير هذا. وخدمت رشيمة، خدمت حويجات زعما لشي ناس في الدوحة فوق السعودية، خدمت في دمام وتونس الجزائر، كنصيفط لهم الحويجات ديالهم في الأمانة حتى تتوصلوا بيهم او البريد السريع. شوفوا شوفوا هذا البواكخوا، شوفوا على صدري هذا كله بالبواكخوا. هانتوما البواكخوا، خدمت صالون انا بالبواكخوا، لا ماشي بواكخوا عفوا، بالطاجز الزموري. دابا إلا طحت في داك الرشيمة نوريها لكم، هادو الجلال بوزجياب. هانتوما شوفو لي قلتلكم هاديك، هذا فيها الفاسي، هذا الطاجز الفاسي هذا. المهم بلي تبارك الله على الاغلبيه، الاغلبيه شغل مواكن لورديناتور، الله يزيدهم، نتمنوا لهم التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله. شوف على الشيمه هذه عاوتاني، ها دوبلها دوبلها ودها جوزه كبيره، ما تخدمهاش في خديه في صالون، ها هي ما بقاش القفطان، لاقي طيف مع طيف دوبلها وتشوفها جوزه كبيره. ها صدر اخر عاود الكمام ديالو، شوفوا ها البلدي، شوفوا يا هذا البلدي كيعاملها. هانتوما ها رومي عاوتاني، تنقلكم اللي كانت بغات شي رشمة ولا شي طيزة تزومي وتصورها وتصيفطها ليا مع التوب اللي باغية طيزو. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، دخل علينا هاد العام ديال 2022 بالسلامة والعافية، ويرفع علينا ربي هاد كورونا وما بقاو نخرجوا لا بلا كارت ولا بجوج. ايوا ربي بغى لنا هادشي، اللي جات من عند الله مرحبا بها، واللي جات من عند العبد الله يهز علينا. ها شوفها، ربي يلطف بينا اللي خلقنا ما يضيعنا. شوفوا يا هذيك يا عامر، يلا شوف شنو طاح على هذا اللي صوب هذا الشمع هادي، يلا عجائب. تنشكر هذوك الناس اللي كيديروا البيكاج تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم. انا شي واخا علمت ولي السيده شي شويه كيما تخليش دماغي مع كان وليداتي صغار، عطيت سيري سيري حتى يكبروا الولاد، عاد انا معاها كنتي كتسالوا ليا. هادشي كان في 2008 باقي كنسالو لالآن، والسيدة كبيرة في السن،
ايوا الا سمعتني نسلم عليها الحجة بديعة الله يجازيها بخير، عارفة راسها اسيرات قالت لي حتى يكبروا وليداتك وانا معاك. خلص داك اللوجيسيان ديال ليوس باش تعلم لي البيكاج، بدينا وعلى ما بان ليا بان هي ما شداش حتى هي مزيان. عرفتي سيري تابعاني في السانسور ديالها كتقول لي شوف انا كيبقى فيك الحال، انا راك تتسالوني راك فين كبروا وليداتك انا معاك نجي نعلمك، ومني كبروا وليداتي حتى انا صافي فضيت وانت انا اللي كبر مني صافي يمكن تكون والله جزيها بخير يا عيشة مسكينة الله يذكرها بخير. حجة زبيدة بديعة أو زبيدة والله إلا نسيت معلمة الطرازة كانت عندها ماكينة ديال لورديناتور صغيرة بحال ديال شوينطة تبارك الله قضية حاجة فيها هاد تبارك الله هادشي متقون متقونها. جاتو جات عاطية هادشي تبارك الله مهيز ما عندي ما نقول فيه. المهم اي رسمة اللي طاحتكم على اللي بغيتوها غتصيبوها عند سمية القباج، انا قلت لكم اجي تشوفوا شوفوا 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 مثلا شوف شحال الدوسيات بحال هاك هي هادو هادو ما الدوسيات كل دوسي اللي حليته فيه طون عاد تقول لك لا ما عندنا لاش هاد زعما نطيزو بالماكينه ديال الاورديناتور ما عندنا لاش هاد بيسي وما نعرفت انا فين ماشي تخبع هادشي واش تخبع في بلاكار غتخبع تجمعو في ما فهمتش انا شوف شحال هي هذا اللي حليت على غفله شوف شحال شوف هذا شحال هز شوف هذا عاوتاه هو شحال شوف كله مغشامي انا مثلا ضربها على وحده هاك هاي انا ضربتي على هذه طلعت هذه زوين يلا هذه خديه واش ما ديال الخديه دي شي ما بلديه ولا خفيفه يا ربي عطينا ما نخدمو يا ربي عطينا الوقت باش نخدمو مع الطون ديال الحوايج عندنا وعندي واحد الكوفريليات ديال المبرة ديال العروسة عاد غادي نشدهم غادي نطيزهم بالسقل اللي حار صوبت واحد جوج باقي ليا جوج خرين بعديهم باقي وليداتهم صغار وغير الناس اللي كتوجد لبنيتاتها والله يفرحهم بهم داكشي اللي بغاو الناس كينوضو يوجدوا لبناتهم وباقيين صغار كيديروا لهم الطيب تيديروا لهم جوي جات داك بابا صوبت لهم اللي باقيين صغار عاد شويه هكا وشويه هكا آيات قرآنية قل الله أحد الله صمد سالي بغات شي آية صوبوها أنا مرحبا بها آية الكرسي هادو الأسماء الحسنى هي شحال ويا تالفالي هاكاك شوفوا ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها هاي هادي كلها اللي بغات طير شي آية هاكا يلا هاديها كاملة 99 أصلي صاروا مية هادي تاهي زوينة سمحوا لي هادي نحبس نعاود الفيديو آخر إن شاء الله لأن بنتي خصني نمشي نجيبها من المدرسة 4:30 هادي شوفي هادي كي غزالة هادي غادي نعاودها لكم شوفوا هادي الجلاي ديال القفطان يا لالا تما اختاري يا لالا فنينة ايوا مع الحجرات ومعاها
ديال فاسها رباطيها خدية هادي تاع جو بونس خدية هانتوما هادشي ويا وسقا محيط ولا يحتسب شي هادي دابا هادشي تنشو الأغلبية طاق زغا طاق شما هادي تاتشي زوينة في الصراحة خوتي اخواتي سمحوا لي غادي نحبس هنايا انا نمشي نجيب البريسه ديالي من المدرسه كنتمنى يعجبكم هاد الرشيمات وعلى ما نبداو ان شاء الله شوف عاوتاني على ايه كي عامل شي كلي نطرز في شي مبرة ودي الكادر عند هذا نصاوبو ديال التصوير وعلقها صالونك يلا خوتي اخواتي كنتمنى يعجبوكم هاد الرشيمات وانتم عاوتاني دعمونا بجيم وعاونونا بجيم واللي ما داريش ابوني دير ابوني تابونا معنا واللي عامل ابوني ما يقش فيها لان تمشي عاده تتمشي وكتبان ليا انا دابا اللي عامل ابوني ما يدير شي عاوتاني دير هي جيم نخليكم مع هاد الرشيمة الى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا لكم بزاف بزاف تبقوا على خير والله يعاونكم على خدمتكم يسهل عليكم الله يجيب لكم الكليان يلا سلامة والعافية ما تنسوناش من ابوني ومن جيم يلا والله يجزيكم بخير.